بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هتبقى آخر محاضرة في مادة البروتكشن، اللي هي هنتكلم فيها على الكارنت ترانسفورمر والبوتنشيال ترانسفورمر. لو جينا ابتدينا نتكلم على الكارنت ترانسفورمر، الكارنت ترانسفورمر ده بيبقى الرمز بتاعه زي ما احنا شايفين، بيبقى فيه زي كوندكتور كده اللي هو بيمثل لك البرايمري وايندنج اللي بيخش فيها التيار بتاع البرايمري اللي انا عايزه اقلله، وده بيكون الكويل بتاعنا اللي بيخرج منها التيار بتاع السكندري. ده بيبقى الشكل بتاعه، بيبقى عباره عن هاي تيرمينال فولتج، عندك بعد كده ادي الماجنتيك كور بتاعته، وادي السكند تيرمينال بوكس بتاعه. ده شكل تاني ليه اللي هو الثري دي بتاعه، ده بيبقى عبارة عن اللي هو الكور اللي بيكون ملفوف عليه السكندري وايندنج، وده الكوندكتور بتاعي اللي بيخش فيه البرايمري وايندنج. طيب الكونستراكشن بتاع الكارنت ترانسفورمر زيه زي اي ترانسفورمر في الدنيا، بيكون عبارة عن كور معدن، هيكون في عندك، وبرضه فكرة التشغيل بتاعته هياها، بيكون في عندك كويل ملفوفة حوالين البرايمري او اللي هو الليمب اللي على الشمال دي، اللي هي بتكون بنسميها البرايمري وايندنج، وعندك كويل تانية ملفوفة اللي هي السكندري وايندنج. بيكون في عندك هنا هوت بدخل البرايمري كارنت اللي داخل على الدايرة، اللي هو زي ما احنا عارفين بيكون قيمته عالية جدا، هبتدي ان هو هيمرر لك خلال الكارنت ترانسفورمر، بيجي ناحية السكندري يبقى قيمته قليلة جدا عشان اقدر ان انا اقيسه. لو انا كنت مستخدمة الكارنت ترانسفورمر بتاعنا ده في القياسات، او لو انا كنت مستخدمة الكارنت ترانسفورمر بتاعنا في الحمايات زي ما هنشوف في السلايدز اللي جاية. ده انيميشن للاوبريشن بتاعنا. اول حاجه عندك بيكون ادي البرايمري السبلاي بتاعك الاي سي سبلاي، هيبتدي ان هو هيمرر لك تيار في البرايمري وايندنج. زي ما احنا عارفين ان التيار لما بيمر في قلب معدن او في كور هيبتدي ان هو يولد لك ماجنتيك فلوكس، الماجنتيك فلوكس ده هيعمل لك لينكينج للسكندري وايندنج. لما بيعمل لينكينج للسكندري وايندنج هيبتدي ان هو يولد لك انديوزد اي ام اف في الكويل اللي موجود على السكندري. الانديوزد اي ام اف هيمرر انديوزد كارنت اللي هو هيجيلك على السكندري وايندنج، على اطراف السكندري وايندنج. العلاقه ما بين البرايمري وايندنج والسكندري وايندنج كارنتس بتعتمد على العدد بتاع الملفات اللي في البرايمري وفي السكندري. ده بيبقى شكل الاكويفالنت سيركت او الدايره المكافئه بتاعه الكارنت ترانسفورمر. ده التمثيل بتاع البرايمري وايندنج، وده التمثيل بتاع اللي هو الجزء اللي على اليمين ده بتاع السكندري وايندنج. ده الحمل عندنا اللي انا ببقى عايزه اغذيه، والاكس ام دي بتبقى عباره عن الماجنتايزنج رياكتنس او التمثيل بتاع الكور المعدني بتاع الكارنت ترانسفورمر. طيب ايه هي القوانين اللي بنستخدمها في الكارنت ترانسفورمر؟ عندنا اول حاجه اللي هو زي ما احنا عارفين في الترانسفورمر العادي التيرنز ريشيو الرمز بتاعه بيكون ان، بتكون عباره عن عدد الكويل تيرنز اللي موجوده على البرايمري على عدد الكويل تيرنز اللي موجوده على السكندري. وزي ما احنا عارفين ان في الكارنت ترانسفورمر بتكون علاقه عكسيه، يبقى ال ان بي على ال ان اس هتساوي اي اس على اي بي. الاي اس ده اللي هو التيار اللي ماشي لك في السكندري على الاي بي اللي هو التيار اللي ماشي في البرايمري. ومن هنا نقدر نقول ان الاي اس او السكندري كارنت هتساوي البرايمري كارنت في عدد الكويلز بتاعه البرايمري على عدد الكويلز بتاعه السكندري. فانا السكندري كارنت بتاعك انت عايز تصغره جدا، فبالتالي هتبقى عدد البرايمري وايندنج بتاعتك صغيره جدا، عدد الكويلز اللي موجوده في البرايمري وايندنج صغيره، وعدد الكويلز اللي موجوده في السكندري وايندنج هتكون كبيره جدا. نيجي بعد كده للتطبيقات بتاعه الكارنت ترانسفورمر. عندنا ان احنا عندنا في استخدام رئيسي للكارنت ترانسفورمر ان انا بستخدمه في الميجرمنت، زي ما احنا عارفين في المعمل او في اي مكان عايز اقيس فيه عن طريق اميتر او وات ميتر او اللي هو الفار او الباور فاكتور ميترز، بدل ما بدخل تيارات عاليه جدا على الاجهزه دي ببتدي ان انا استخدم الكارنت ترانسفورمر عشان يصغر لك التيارات، فبالتالي
الريتنج بتاعت الاجهزه بتاعت القياسات بتاعتك هتكون الريتنجز اقل، فبالتالي انا قللت التكلفه بتاعتي. بدل ما اجيب اميتر مثلا هيقيس لك 10 كيلو امبير، لا ده انا هجيب اميتر ممكن يقيس لك 1 امبير 5 امبير وهكذا. تاني حاجة عندنا بستخدمه، وده الاستخدام الأساسي في المادة بتاعتنا، اللي هو في البروتكشن. زي ما احنا عارفين ان انا عندك الاوفر كارنت ريلي والاوفر فولتج ريلي، كل الحاجات دي انا بحتاج اخد سيجنال من التيار اللي داخل عندك. فبالتالي ببتدي ان انا استخدم الكارنت ترانسفورمر عشان اقلل التيار اللي داخل على الاجهزة دي، وبالتالي قللت الريتنج بتاعهم. وبعد ما بقلل الريتنج بتاعنا هبتدي ان احنا ياخد ابتدي ان هو بعد ما بياخد السيجنال اللي هو الريلي بتاعك، هياخد السيجنال بتاعتك يبتدي يدي السيجنال للسيركت بريكر عشان ياخد الاكشن المطلوب. برضو ساعات بستخدمه الكرنت ترانسفورمر، بستخدمه في الايزوليشن او العزل ما بين الدوائر اللي هي الهاي فولتج باور والميجرنج انسترومنت، اللي هي الدوائر اللي بتبقى الفولت فيها عالي جدا، واجهزه القياس بتاعتنا. واخر حاجه ده استخدام تبع يعني كوميونيكيشن اكتر، اللي هو في الترانسديوسر اللي هو الملي امبير دي سي ترانسديوسر، بستخدم فيه برضو الكارنت ترانسفورمر. نيجي بعد كده انواع الكارنت ترانسفورمر. عندنا 6 انواع رئيسيه: الووند كارنت ترانسفورمر، السبليت والترويدل، البار، البوشنج بيلت ان، والفري ستاندنج. في كل نوع من دول هنعرف الشكل بتاعه، ومش هنخش في التفاصيل بتاعتهم. اول نوع عندنا اللي هو الون تايب، ده بيبقى الشكل بتاعه، ده بيبقى عندي الاطراف بتاعت السكندري وايندنج، دي الاطراف بتاعت البرايمري وايندنج، وده الماجنتيك كور. ده بيكون الشكل بتاعه في الطبيعه عندنا. تاني نوع عندنا اللي هو البار تايب. البار تايب ده بيكون ادي البار بتاعنا اللي هو اكنه الكور، ده بيكون السكندري بتاعك، وادي الكويل بتاعتك اللي متحمله باقي البرايمري كارنت، وده بيبقى شكله في الطبيعة. نيجي بعد كده هوت للويندو او الترويدل تايب، ده نفس الفكرة بتاعت انواع الكرنت ترانسفورمر اللي فاتت، بس بدل ما كنت بستخدم هناك سنجل فيز، هنا بستخدمه للثري فيز، فبيكون ده الشكل بتاعه. ساعات بيكون الويندو كده، بس بيكون بدل الطرفين دول بيكون فيه ثلاثة، اللي هو الدخل بتاع الثلاثة فيز بتوعك. نيجي بعد كده البوشنج بيلت ان كارنت ترانسفورمر، ده بيكون شكله، وده الشكل بتاعه في الـ يعني التمثيل بتاعه. الفري ستاندنج كارنت ترانسفورمر ده بيبقى الشكل بتاعه، لو نلاحظ ان هو هنلاقي الحجم بتاعه صغير اصغر من الانواع اللي فاتت. ده السبليت ويندو، هو نفس فكرة الويندو بالظبط، بس بدل ما انا الويندو المرة اللي فاتت كان ما بيتفتحش عشان اغير الكويلز بتاعتك او عشان اركب الكويلز، السبليت ويندو ده بيكون فيه زي باب كده هوت، ممكن ان هو بيتفتح وابتدي اسقط فيه الملفات بتاعتنا. نيجي بعد كده للكارنت ترانسفورمر ستاندردز. يعني ايه كارنت ترانسفورمر ستاندردز؟ اللي هو لما بتنزل في السوق الكارنت ترانسفورمر ده ايه الستاندردز بتاعته. اول حاجه ان انت الكارنت ترانسفورمر اللي موجوده في السوق اساسي بتكون بتقلل لك التيار يا اما الواحد امبير يا اما الخمسة امبير. يعني ممكن تلاقي مثلا 800 على واحد، 1200 على واحد، او ممكن تلاقي 10 على 5، 800 على 5 وهكذا. دول بنسميهم سنجل ريشيو، معناه ان الكارنت ترانسفورمر بيقلل لك النسبه بتاعت التيار اللي داخل عليه كقيمه واحده، يا واحد زي خمسه. في حاجه تانية بنلاقيها ساعات اللي هي اسمها الدبل ريشيو with tabs in secondary winding. يعني ايه؟ بيكون في عندك ان هو له قيمتين ممكن يقلل بيهم. هنا مثلا لو شفنا اول اكزامبل 25 على 50 وبيحولهم لك لخمسة، يعني ممكن التيار اللي هو أقصى قيمة تكون داخلة لك على البرايمري 25، فهو هيحولها لك لخمسة أمبير. أو ممكن يكون لو هتغير التابس بتاعته أو الأطراف بتاعته، ممكن إن هو يستحمل لغاية 50 أمبير، وهيبتدي إن هو برضو يقللهم لك لكام؟ لخمسة أمبير وهكذا. طيب الكارنت ترانسفورمر كونكشن هو بيتوصل في الدايره سيريس، لان احنا اكيد عايزين نحس بالتيار اللي معدي عندك في الدايره، فهو هنوصله سيريس على الدايره زي الشكل اللي عندي ده. طيب ايه المشاكل اللي بتقابلني
او المخاطر اللي بتقابلني لو انا بستخدم الكرنت ترانسفورمر. قالك ان الكرنت ترانسفورمر السكندري بتاعته لازم تكون مقفولة، سواء انا اشتغلت بيه استعملته او لا، غير كده هيحصل له اكسبلوجن او هينفجر. طيب يعني لو جينا اتكلمنا على البروبلمز اللي ممكن تصاحب التشغيل بتاع الكرنت ترانسفورمر عشان نفهم البوينت اللي فاتت، اول نقطة عندنا اللي هي الاوبن سيركت كرنت ترانسفورمر. يعني ايه اوبن سيركت كرنت ترانسفورمر؟ احنا كلنا عارفين ان البي انبوت اللي بتبقى داخله على الكرنت ترانسفورمر ايديالي او بطريقة مثالية لازم تكون بتساوي الاوتبوت باور بتاعتنا اللي خارجة منه. يعني الباور اللي داخله لك على البرايمري لازم تكون بتساوي البي اوتبوت اللي داخله اللي خارجه من السكندري، مع ان انا بهمل اللوسز بتاعتنا. فلو جينا عوضنا عن الباور، احنا عارفين ان قانون الباور عباره عن الفي في الاي، يبقى الفي برايمري في الاي برايمري هتساوي الفي سكندري في الاي سكندري. يعني الفي سكندري هتبقى الفي برايمري في الاي برايمري على الاي سكندري. لو انا بقى نسيت السيرك الكرنت ترانسفورمر بتاعنا مفتوح، ايه اللي هيحصل؟ معناها ان الاي سكندري بتاعتك بقت بكام؟ بقت بصفر. معناها ان الفي سكندري بتاعتك بقت قرب الملا نهائي. معنى ان الفي سكندري قرب الملا نهايه ان مع التشغيل ممكن ان انت عندك الكرنت ترانسفورمر بتاعك ينفجر. طب تاني مشكله ممكن تقابلنا عندنا في الكرنت ترانسفورمر حاجه اسمها الماجنتايزيشن كرنت بروبلم. ايه هي الماجنتايزيشن كرنت بروبلم؟ زي ما احنا عارفين ان اي جسم معدني اللي هو الكور بتاع الكرنت ترانسفورمر بيكون له حاجه اسمها الماجنتايزيشن كيرف. الماجنتايزيشن كيرف ده بيبقى علاقه ما بين الفولت بتاعك والتيار. الكيرف ده بيقول لك ان انا بيكون في عندك في بدايه التشغيل بتاعه القلب المعدن ده لازم بيكون في عندي حاجه اسمها الريزيديوال فلوكس. الفولت بتاعك اللي داخل عندك على الكور كل ما بيزيد التيار، كل ما بيزيد كل ما الفولت بتاعك اللي بيتكون على الاطراف بتاعتك بتزيد، وهكذا لغايه ما بوصل لحاجه اسمها الني او الركبه بتاعه الكيرف. اول ما بوصل للني بنوصل لحاجه اسمها الساتوريشن. يعني ايه الساتوريشن او التشبع بتاع القلب المعدن؟ ان انا التيار كل ما هيزيد عندك كل ما قيمه الفولت مش هيبقى فيه تاثر في الفولت. يعني مثلا هنا لو انا الني بتاعتك دي حصلت عند تيار مثلا ب 20 امبير، الفولت اللي قصاده كان مثلا ب 20 فولت، طب انا زودت التيار ل 50 امبير هلاقي برضو الفولت اللي قصاده ب 20 فولت، هزوده ل 100 امبير هلاقي برضو الفولت اللي قصاده ب 20 فولت. يبقى كده اللي حصل في وقت الماجنتايزيشن ده نتيجه للماجنتايزيشن كيرف بتاع كل معدن عندنا ان انا الكور بتاع الكرنت ترانسفورمر بيحصل له تشبع. فانا دلوقتي لو انا زودت التيار في تيار معين بعديه اللي هو الكرنت اللي بيحصل عند الني بتاعت الكيرف دي، هلاقي ان انا مهما زودت التيار الفولت مش حاسه بيه. فده هيعمل لي مشاكل لو انا مستخدمه الكرنت ترانسفورمر سواء في الميجرمنت او مستخدماه في البروتكشن. ليه؟ لان انت التيار ممكن يحصل عندك شورت سيركت، التيار زاد جدا وانت شغال في الساتوريشن، فالفولت اللي الريلي بتاعك شايفه مش هو الفولت اللي مظبوط عندك، فبالتالي هيحصل مال اوبريشن او الاوبريشن بتاعت الريلي هتكون مش مظبوطه. طيب نيجي نشوف كده، هوت الاي برايمري هتساوي الاي سكندري زائد اللي هي اللوسز اللي بتحصل في القلب المعدن بتاعتك اللي هي الماجنتايزيشن لوسز. الاي ام بتاعتك دي او اللي هو الكرنت اللي بيتولد في الكور المعدن بتاعك بيكون مشوه، فده بيخلي فيه برضو ايرور في الريدنج. يبقى احنا عندنا حاجتين، الساتوريشن والاي ام ده التشوه اللي فيه او ان هو بيكون الويف بتاعته ديستورتد، ده بيخلي ان بيبقى فيه خطا في القرايات بتاعتك. وزي ما قلنا النقطه دي اللي هي الساتوريشن اللي بتحصل لك جوه الكور بتاعنا. فالريلي زي ما قلنا ان هو بيعمل لك مال اوبريشن او ميس اوبريشن في الفتره دي. طيب نيجي لتالت مشكلة ممكن تقابلنا في استخدام الـ current transformer اللي هي الـ insulation failure. يعني insulation failure العزل بتاع الجهاز بتاعك ممكن يتدمر عندك أو يبوظ. فده بيعمل نتيجة لإيه؟ نتيجة لو أنا استخدمته كتير فبيبتدي إن هو نتيجة لمرور تيارات فيه بيكون حرارة، الحرارة دي بتأدي إن أنا بيحصل له deterioration وبالتالي الـ insulation بتاعك الـ deterioration يعني تدهور، بالتالي الـ insulation بيحصل له failure.
برضو ان انا الكرنت ترانسفورمر لو انت نتيجه ان انت مستخدم الكرنت ترانسفورمر في هاي فولتج، فحصل لك سيرجز او حصل لك ان الفولت بتاعك عالي مره واحده او حصل فولت كتير، فده بيخلي ان الكرنت ترانسفورمر برضو ممكن يحصل له انسيليشن فيلير. نيجي بعد كده للكرنت ترانسفورمر سبيسيفيكيشن. يعني ايه سبيسيفيكيشن؟ انت لما بتنزل تشتري كرنت ترانسفورمر بيكون فيه النيم بليت بتاعته، او اللي هي الخرطوشه اللي بتكون مكتوبه على الجهاز، لازم تكون عارف انت محتاجه في ايه عشان تقدر تشتري الجهاز المناسب لاستخدامك. اول حاجه عندنا التيرنز ريشيو، تاني حاجه عندنا وزي ما اتفقنا التيرنز ريشيو دي اللي هي بتكون يا واحد يا خمسة، ده اللي هو موجود في السوق. ساعات بتلاقي 2.5 بس ده مش متوفر قوي. تاني حاجه اللود اللي انت هتستخدم الكرنت ترانسفورمر فيه، يعني ايه؟ يعني انت تشوف اقصى حمل انت بتتعامل معاه وتبتدي تشتري الكرنت ترانسفورمر على حسبه. يعني ما ينفعش تكون جايب الكرنت ترانسفورمر مثلا 15 فولت امبير وانت عارف ان انت هتحطه في دايره الحمل بتاعها ممكن يوصل ل 30 فولت امبير، كده الكرنت ترانسفورمر بتاعك ممكن يحصل فيه مشكله. تالت حاجه عندنا حاجه اسمها الكلاس والاكيوريسي بتاعه الكرنت ترانسفورمر. الكلاس دي عندك في تو كلاسز عندنا، او في نوعين من الكرنت ترانسفورمر. يا اما لو لقيت مكتوب على الكلاس ده بي معناها ان انا بستخدم الكرنت ترانسفورمر ده في البروتكشن، تمام؟ لو لقيت مكتوب عليه مش مكتوب عليه حاجه يبقى كده هو ان هو معناها ان الكرنت ترانسفورمر ده بستخدمه في الميجر او في القياسات. ده بالنسبه للكلاس بتاعنا. طب تاني حاجه عندنا يبقى كده البي بروتكشن، ولو مش مكتوب عليه حاجه يبقى ده مستخدم في القياسات او في الميجرمنت. بعد كده اهوت انت هتلاقي الكرنت ترانسفورمر مكتوب عليه مثلا 5 بي 10. طب البي احنا فهمناها خلاص، طب ايه بقى الخمسة والعشرة؟ معناها ان انت لو العشرة 10 اضعاف الاي ريتد بتاع الكرنت ترانسفورمر هيبقى فيه ايرور عندك ب5%، تمام؟ يعني كده اهوت العشرة دي معناها ايه؟ لو انا مر في الكرنت ترانسفورمر بتاعك 10 اضعاف الريتد كرنت يبقى الايرور بتاعك هتكون 5%. طيب لو السي تي مكتوب عليه نص نص، ده معناها ان انا مستخدماه في ميجرمنت ومعناها ان الايرور بتاعك عبارة عن 0.5%. وطبعا زي ما احنا شايفين ان انت عندك في الريليز ما بهتمش قوي بالايرور، بنسبة الايرور. ليه؟ لان انت عندك التيارات بتكون عالية جدا، بتكون 10 كيلو امبير 20 كيلو امبير، فلما 5% من 10 كيلو والكلام ده كله مش هتفرق معانا قوي لو انا مستخدماه في البروتكشن. لكن في القرايات عندك لو انت الايرور بتاعك 5% دي بتبقى نسبة كبيرة جدا، هتعمل خطأ جامد في القراية بتاعتنا. وبرضو من السبيسيفيكيشن بشوف الفريكوانسي اللي شغال عليها الكرنت ترانسفورمر ده. الفولت عندك الفولت هتلاقي فيه 3 فولت بيكونوا مكتوبين على الكرنت ترانسفورمر. اول حاجة النورمال اللي هو شغال عليه على طول، تاني حاجة عندنا بنلاقي اللي هو الفولت بتاعك اللي بيكون مدته قصيرة ممكن يتعرض له، يعني مثلا هلاقي 50 ان مثلا هلاقي 40 كيلو فولت ل 50 ملي سكند، يعني هو ممكن يتعرض لفولت اكتر من النورمال فولتج بتاعه، ممكن يوصل 40 كيلو فولت بس مش لمدة زمنية طويلة، ل 50 ملي سكند، تمام؟ في بعد كده تالت فولت بيكون مكتوب اللي هو الامبلس او السيرج، ده لو في اللي هو زي مثلا اللايتنينج ستروكس او اللي هو العواصف الرعدية دي بتوصل ل 90 و100 كيلو فولت في الثانية الواحدة، فده قالك ان هو ممكن يستحمل 90 كيلو فولت بس كترانزينت، يعني مدته بتبقى بالمايكرو سكندز، يعني ما حاجة ما يحسهاش يعني لحظية، بس هو هيبقى شغال عندها عادي وممكن ان هو يستحملها. نيجي بعد كده للكرنت ترانسفورمر تيستينج. احنا مش هنخش في التفاصيل بتاعه الاختبارات بتاعه الكرنت ترانسفورمر، بس احنا بنبقى عارفين ان احنا بيكون في تيست بنعمله على التيرنز ريشيو، وفي تيست على الوايندنج ريزيستنس اللي المقاومه بتاعه الكويل بتاعتك اللي موجوده في الكرنت ترانسفورمر، والبولاريتي بتاعته بكون مظبطاها برضو عن طريق تيست معين. وبشوف برضو في التستنج ان انا بتشيك على الماجنتايزيشن كيرف. وبيكون في عندك التيست ده بيتعمل مرتين، مره في الشركه المصنعه اللي هي الفاكتوري اسسمنت تيست ده، ومره انت لما بتستلمه في السايت بتاعك بتعمله نفس التستات تاني وتتاكد ان القيم اللي جايه لك من الشركه مظبوطه قبل ما تستلمه. نيجي بعد كده البوتنشال ترانسفورمر. هو الكرنت ترانسفورمر بس بدل ما بعمل ستيب داون لتيار هعمل ستيب
داون لفولتج عندنا. لو جينا بصينا على برضو طريقة التشغيل بتاعة الترانسفورمر، هو نفسه بتاع الترانسفورمر العادي اللي هي بيتكون من primary و secondary winding. ال primary winding هتبتدي ان انت بتمرر فيها التيار العالي او الفولت العالي اللي انت عايز تقيسه، وهيبتدي يمر لك في الكور ويكون لك الفولتج الانديوز للناحية التانية. سواء انا هستخدمه بقى ان هو هيبقى ستيب داون عشان الميجرمنتس او البروتكشن، وهي نفس الابلكيشنز بتاعت الكرنت ترانسفورمر زي ما لسه قايلين اللي هي في الميجرمنت او في البروتكشن، ميجرينج هاي فولتجز او اللي هي الالكتريكال بروتكشن بيربسز. وبرده البوتنشال ترانسفورمر ساعات بنستخدمه في الاعدادات بتاعت القياسات بتاعت الطاقه، عشان لما بنيجي نتحاسب على الطاقة وكده أو على الكهرباء بتاعتنا، فببتدي إن أنا بستخدم البوتنشال ترانسفورمر إن هو بيقلل لك الفولت اللي داخل عشان أبتدي إن أنا أقيسه للمحاسبة. وساعات بنستخدم البوتنشال ترانسفورمر إن أنا بعمل مونيتورنج للإندستريال لود، يعني إن أنا ببتدي أتابع الأحمال الصناعية بتاعتنا قيمتها بكام. نيجي بعد كده هو الكلاسيفيكيشن اند تايب. عندنا في نوعين رئيسيين في البوتنشال ترانسفورمر اللي هو اللو فولتج بوتنشال ترانسفورمر، وده بيبقى تملي زي الون تايب كارنت ترانسفورمر بالظبط. تاني نوع اللي هو الهاي فولتج والاكسترا هاي فولتج بوتنشال ترانسفورمر، ده بيكون الاشكال بتاعه الترانسفورم بتاعه البوتنشال ترانسفورمر عندنا. اللي هنتكلم عليه اللي هو الكاباسيتنس فولتج ترانسفورمر اللي انا بستخدمه في الهاي فولتج والاكسترا هاي فولتج. هو فكرته ايه؟ ان انت الفولت اللي بيكون انت عايز تقيسه او داخلك على البرايمري ده بيكون قيمته عالية جدا، فاكني ان انا هقلله على مرحلتين. هدخله الاول على كاباسيتور بانك بالشكل ده، وهبتدي اخد الفولتج اللي انا عايزه اقيسه مثلا من على الكاباسيتور اللي هو C2، فانا كده قللت الفولت اللي داخل شويه. الفولت اللي قل ده هو اللي انا هدخله على البرايمري بتاع البوتنشال ترانسفورمر عشان يبقى قل جامد ويرجع يقل تاني عن طريق التيرنز ريشيو بتاعتنا، واخد على السكندري الفولتج يبقى صغير جدا. لو جينا بصينا زي ما احنا عارفين من السيركتس قبل كده ان في واحد على في اتنين اللي هو الفولتج بتاع البرايمري على الفولتج بتاع السكندري هيساوي، هنا هو لو بصينا للدايرة هيبقى سي واحد زائد سي اتنين على سي واحد، والسي ده اللي هو بتبقى قيمة الكاباسيتنس بتاعة كل مكثف احنا مستخدمينه. طيب حصل عندنا مشاكل، ايه هي؟ ان انت لما حطيت كاباسيتور موجود عندك في الدايره بتاعتك، زي ما احنا عارفين ان الكاباسيتور هيبتدي يعمل لك فيز شيفت. انا مش عايزه الفيز شيفت، يعني معناها ان الفولتج اللي داخل على الكرنت ترانسفورمر بقى متشفت او بقى فيه فيز ديفرنس ما بينه وما بين اللي خارج على السكندري بتاعه الترانسفورمر. فابتدينا ان احنا بنستخدم مين؟ نستخدم اندكتور ال اللي هو كويل عشان ابتدي ان نظبط بيه الفيز بتاعتك اللي هي الفيز انجل اللي متكونت عندك. هنا بقى عكس الكرنت ترانسفورمر، زي ما قلنا الكرنت ترانسفورمر لازم يفضل شورت سيركت عشان ما يحصلش عندك فيلير للكرنت ترانسفورمر او ان هو يحصل له اكسبلوجن. هنا العكس، البوتنشال ترانسفورمر لازم يكون بقى عندك اوبن سيركت، لو انا مش حاطه عليه احمال لازم يكون اوبن سيركت. طب البوتنشال ترانسفورمر ستاندردز اللي هي برضو القيم اللي بيقدر البوتنشال ترانسفورمر عندك يقللها، برضو عندي اتنين ستاندرد، يا اما بيبقى القيمه العاليه دي بنزلها ل 100 فولت او بنزلها ل 110 فولت. البوتنشال سبيسيفيكيشن بوتنشال ترانسفورمر سبيسيفيكيشن هياها بتاعه الكرنت ترانسفورمر، والكرنت البوتنشال ترانسفورمر تيستنج عندك برضو هي نفس الاختبارات اللي بعملها على الكرنت ترانسفورمر. نيجي بعد كده للمشاكل اللي بتقابلني مع البوتنشال ترانسفورمر. اول حاجه اسمها السبسايدنس ترانزينت. احنا لما حصل عندك فولت، لو حصل عندك فولت جوه الدايره بتاعتنا، الاي بتاعت البرايمري او الفولتج بتاع البرايمري نزل لصفر،
المفروض المتوقع ان السكندري فولتج بتاعك لازم لحظيا ينزل لصفر برضو، بس فعليا مش ده اللي حصل. اللي حصل ايه؟ ان انا الاي اس او اللي هو السكندري فولتج بتاعك ما نزلش للصفر، فبياخد وقت شوية، بيبقى فيه زي ترانزينت بيريود كده هوت او فترة انتقالية عشان ينزل للصفر عندك. فده بيخلي ان انت عندك ممكن البرايمري فولتج نزل للصفر، فده مثلا فولت حصل لازم الريلي يحس بيه، والريلي ما حسش فعليا بيه لان في فترة ترانزينت، فهتخلي الريلي بتاعك يميس اوبريت او مش هيشتغل بطريقة مظبوطة. وتاني مشكلة عندنا اللي هي ال L وال C اللي موجودين. ال L وال C دول بيبتدوا ان هما بيعملوا لك ستورنج للانرجي في السكندري وايندنج. يعني ايه؟ هما بيخزنوا، زي ما احنا عارفين ان هما بيخزنوا طاقة جواهم. فمعنى ان هما بيخزنوا طاقة ان لما بيحصل فولت والفولت نازل للصفر، هيبتدوا ان هما يفرغوا الطاقة دي بتاعتهم، فبيفرغوها في تايم معين او في مدة زمنية معينة، فده برضو بيعمل لك ايه؟ ديلي في التشغيل بتاع الريلاي بتاعنا. تاني مشكلة عندنا بتقابلنا في البوتنشال ترانسفورمر اللي هي المشكلة بتاعت الفيرو ريزونانس. ايه الفيرو ريزونانس ده؟ احنا عندنا زي ما احنا عارفين ان انا لما بيكون في ال وسي موجودين بيعمل لك الريزونانس عندك. الريزونانس دي معناها ايه؟ اللي هي الاكس ال بتساوي الاكس سي. الاكس ال اللي هي الاندكتنس رياكتنس بتاعتك والكاباسيتنس رياكتنس في لحظه معينه بيكونوا بيساووا بعض، ده بيخلي الهرمون الفريكوانسي بتاعتك بتتغير، و الزد بتاعتك بتكون بتساوي، يعني عارفين ان الزد او الامبيدنس بتاعت الدايره بتاعتنا لما بيكون في ال وسي هتكون عباره عن ار زائد جي اكس ال ناقص جي اكس سي. ففي لحظة الريزونانس دي بيكون الاكس ال هتساوي الاكس سي، فمعناها ان الزد بتاعتك بقت بتساوي قيمة المقاومة بس، فمعناها ان المقاومة بتاعتك او الامبيدنس بتاعت الدايرة بتاعتك قلت جدا، فالتيار بتاعك بيعلى جامد نتيجة لوجود ال ال والسي بتاعتنا.